موهبة ما بتشبه غيرها. لأول مرة بتفتح فرح الصراف قلبها وبتحكي بزمنها. يخطر عبالي؟ لا ما يغيب من بالي. كشفتي مع الوقت؟ آه رحنا على ال... طبعاً لوين بدنا نروح؟ سؤال ماني عارفة شلون أجاوبك عليه. الحب ما إله مساحة بحياتي، فخلينا من هالسيرة. حكيات ما بتخلص. عشان أوضح الصورة، إحنا عندنا شوية تحفظ. كنت محبطة جداً. قراري بالنهاية اللي راح يمشي، أنا بروحي وصلت. لحظات حلوة ولحظات مرة. انصدمتي، فجأتي. أنا وايدة أصير سنسيتيف. خليك فترة. ما أقدر، بيتي خط أحمر. هذه سالفة أول مرة أذكرها على التلفزيون. زمن مع راغدة شلهوب، الأحد 10 المساء على LBCI.